العراق الخارج لتوه من معركته ضد الإرهاب يرى أن الإعمار والتنمية هما الاستحقاق الأهم الذي يساعد في ترسيخ النصر. هذا ما يعيننا على إعادة المهجرين والنازحين، وهذه مصلحة مشتركة ما بين العراق ودول المنطقة ودول الأوروبية ودول العالم الأخرى، من حيث الجدوى الاقتصادية التي تتيحها الاستثمارات والبناء، فمعالجة ظواهر الهجرة وتبعاتها مرهون بمعالجة أسبابها في المنطقة وبتوفير البيئة الدولية المساندة للإصلاح والتنمية المستدامة.